كما أنه ينفرد بخاصية ألا وهي خاصية الواي فاي 6. هذه الخاصية هي تعتبر الخاصية المتطورة الحالية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الأعزاء، أتمنى بأن تكونوا بخير وعلى خير. لدينا هذا الراوتر الذي تشاهدون أمامكم، ألا وهو تبلانك AX1800 أرشير 23 واي فاي 6. هذا الراوتر هو في الأصل هو نقطة توزيع، لأننا نربطه من هنا في هذا المنفذ، منفذ 1، مع الراوتر الأصلي، الراوتر الأصلي الذي يمده بصبيب الإنترنت. أما هو هذا الراوتر يقوم بتوزيع الإنترنت بسرعة عالية. هذا الراوتر فيه مميزات عديدة، كما أنه ينفرد بخاصية ألا وهي خاصية الواي فاي 6. هذه الخاصية هي تعتبر الخاصية المتطورة الحالية التي نستعملها في وقتنا الحاضر، بعدما أن كنا نستعمل واي فاي 5 أي الجيل الخامس. هنا عندنا الرموز، هذا الرمز واي فاي 5 هو 802.11 السي، هذا واي فاي 5. أما الواي فاي 6 فرمزه هو 802.11 أكس. الواي فاي 6 يمتاز في الوقت الحالي بسرعته الفائقة في توزيع صبيب الانترنت وبجودة عالية على جميع مثلا المنزل بالطابق السفلي وكذلك الطابق العلوي، فالكل تصله إشارة صبيب الانترنت بجودة عالية. كما أن هذا النطاق أي نطاق الواي فاي 6 يعتمد على القنوات 160 ميجا هرتز بدلا من 8 ميجا هرتز التي كانت موجودة في الواي فاي 5، أي بسرعة 1.8 جيجا بايت في الثانية. بالنسبة لتغطية الواي فاي، هذا الراوتر له تغطية خارقة للعادة، لأنه لا توجد فيه انقطاعات ولا تشويش، ويظل طوال الوقت بصبيب الانترنت متكاتف وغير منقطع. نظرا لتوفره على 4 هوائيات خارجية عالية الأداء تعزز الإشارات، إشارة الواي فاي في جميع أنحاء المنزل، سواء كما قلنا الطبق السفلي أو الطبق العلوي. كما تعتبر تقنية أخرى توجد فيه تسمى بياموفورمينغ، هذه تقنية هي تركز قوة الإشارة اللاسلكية على جميع الأجهزة المتصلة مع هذا الراوتر، خاصة تلك الموجودة في المناطق التي صعب الوصول إليها سابقاً، أن يعني قبل من كنا نستعمل الواي فاي 5 أو الواي فاي 4، كانت بعض المناطق تسمى المناطق الميتة. لا يصح ولا يمكن للواي فاي بأن يصل إليها، لكن هذا الراوتر ذا الخاصية واي فاي 6 ثم البيانفورمينغ ثم تقنية أخرى سنتطرق إليها، خاصية المي مايمو كما ترون أمامكم هنا في هذه الصورة، يوضح لنا هذا الرسم طريقة توزيع صبيب الانترنت على الأجهزة، كل واحد على حدة وكل واحد بإشارة كاملة ودقة عالية بسهولة، يعطي لكل مكان إشارته اللازمة من صبيب الانترنت. بالنسبة للأمان أي الويبيا 3 المستوى الثاني من الأمن السيبرياني، هذه الخاصية أو هذه التقنية توفر أحدث بروتوكولات الأمان في هذا الواي فاي ويبيا 3، إمكانية جديدة تحسن الأمن السيبرياني في الشبكة الشخصية بالنسبة للمتطفلين أو الذين يريدون سرقة الأكواد أو الدخول إلى الراوترات. هنا
يتم تشفير أكثر أمنا كلمة مرور وحماية معززة ضد هجمات القوى الغاشمة، تسمى القوى الغاشمة هؤلاء الذين يتطفلون على الشبكات، ثم تحمي شبكة المنزل الخاصة بك، تحميها حماية متقنة. أما بالنسبة للواي فاي الأماكن العمومية أو المقاهي التي يوجد فيها الكثير من الزبناء، مثلا من قبل الواي فاي 5 والواي فاي 4 كان هنالك مشكل لتوزيع صبيب الانترنت على كل الزبناء، فيكون انقطاع ويكون تشويش وما شابه ذلك. أما هذا الواي فاي، هذا الراوتر ذا الواي فاي 6، يقوم بتوزيع شامل لكل الزبناء وبدون انقطاع صبيب الانترنت وبدقة عالية. بالنسبة لمسألة أخرى، ألا وهي زيادة عمر البطارية، له تقنية هذا الراوتر تسمى تراجيت ويك تايم، الموجودة فيه تقلل من استهلاك الطاقة، تقلل من استهلاك الطاقة للأجهزة المتصلة مع هذا الراوتر، وإطالة عمر البطارية. هذه ميزة ممتازة، إنه واي فاي ممتاز، شبكة واي فاي 6 ثنائية نطاق مجهزة بأحدث تقنيات واي فاي 6، سرعة أعلى وقدرة أكبر، تقليل ازدحام الشبكة، أي سرعة جيل السادس 1.8 جيجا بايت كما قلنا، استمتاع بالتدفق السلس والتنزيل والألعاب دون تخزين مؤقت، لسرعة 1.8 جيجا بايت في الثانية. إنه واي فاي ممتاز. هذا الراوتر توجد فيه الكثير والعديد من الخاصيات، توصيل المزيد من الأجهزة، توصيل البيانات باستخدام تقنية تسمى OFDMA، تقليل تأخير في الوقت، معالجة رباعية النواة، هنا يضمن المعالج الرباعي النواة 1.5 جيجا هيرتز، اتصالات سلسة بين جهاز التوجيه الخاص بك أي الراوتر مع الأجهزة المتصلة معه، كما قلنا تغطية بيون فورمينج للأجهزة البعيدة أو القريبة، كذلك مشاركة USB يوجد مكانه في الراوتر، هي سهلة، تتيح هذا المنفذ USB 2.0. هذه المسألة هي مشاركة الملفات بسهولة داخل شبكتك أو إنشاء تخزين خاص بك. الإعداد هنالك تطبيقات، تطبيق سهل يسمى TP-Link Theater، هذا تقوم بتطبيقه في جهازك ثم تتصل بالراوتر ويقوم بإعطائك جميع المسائل التي تحتاجها في الشبكة. كما أن هذا الراوتر متوافق مع الإصدارات السابقة من يدعم جميع معايير 802.11 للأجهزة للواي فاي السابقة، الواي فاي 2 3 4 و5 وجميع أجهزة الواي فاي. هذا كل ما في هذا الراوتر، إنه يعتبر من الراوترات الممتازة. متابعينا الأعزاء، لم يبق لنا إلا أن نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونتمنى بأن يروق إعجابكم هذا الشرح المبسط، وإلى درس آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.